نروح لماذا لو؟ ماذا لو؟ ماشي. أول سؤال كابتن إسماعيل، لو قدامك فرصة ترجع لاعب من الأربعة دول لنادي الزمالك مرة ثانية يمسك لمنصب في نادي الزمالك، يعني إبراهيم سعيد، حسام حسن، عصام الحضري، مؤمن زكريا، كلهم كباتن كبار طبعا. لا ولا واحد. ولا حد؟ لا لا. لو أنت مدير فني نادي الزمالك وهتدي شرط للقيادة لحد من الأربعة دول، محمد إبراهيم، حازم إمام، أحمد الشناوي، وطارق حامد. حازم. حازم. أه. حازم تمام الفترة دي؟ أوي. تمام، يعني فت وعايز ومركز وعايز يعمل حاجة. لو مسؤول في فيفا كابتن إسماعيل وهتدي أفضل لاعب في روسيا 2018، إيدن هازارد، هاري كين، لوكا مودريتش، كيفن دي بروين، وجريزمان. هاري كين هياخد منظره، ياخد الهداف. يعني هو بيجيب شوية جوال. لا لا، اللي بالرباط الجزمة واللي تلمس فيه. لا هو إنما لو أحسن لعيب في دماغي مودريتش. مودريتش. انت مدرب منتخب مصر وهترشح لاعب للاحتراف في الدوري الانجليزي، مين من الخمسه دول؟ من الخمسه دول الشناوي. مين بقى، احمد ولا محمد؟ عندنا على اليمين احمد وعلى الشمال احمد. امبارح كان معايا كابتن احمد ناجي، فبيقول لي احمد الشناوي لو مهتم بنفسه من هو صغير لا كان يبقى في حته ثانيه. انا اتفرجت على اللقاء، كان كويس جدا. تحيه للكابتن احمد ناجي، شخصية محترمة. محترمة وعمل أجيال وأجيال. صحيح. وراجل. صحيح. يعني عمل تاريخ في مدربين حراسة المرمى صراحة. آخر سؤال يا كابتن إسماعيل، بديل لعلي جابر، بتشوف مين من الأربعة دول؟ متولي، مودي، ياسر إبراهيم، عبد الله البكري؟ ياسر. ياسر. يعني خلاص يا جماعة، ياسر جاي نادي. لا لا. ياسر ابننا برضه من ولادنا الزمالك، وكان طلع حلو جدا مع ميدو. كويس. يعني كان طلع بس الإصابة وبتاعه بعدته فترة وراح بس هو كان طلع كويسة جدا. كويس، لعيب كبير.